السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. Form, meaning and function, adverbs of degree، يعني حيكون الدرس عن ظرف الحال للدرجة، okay. وتستخدم ظرف الحال للدرجة ليعبر عن شدة الفعل والصفة والظرف الحال. وsome common adverbs of degree، وبعض من ظرف الحال، ظرف الحال التي تستخدم عادة في العبارات اللغة الإنجليزية، مثل كلمة absolutely, almost, completely, extremely, hardly, just, quite, really, very. يجب علينا أن نحفظ هذه الكلمات. ظرف الحال absolutely بمعنى وافقك، وalmost يعني تقريبا، completely بالكامل، extremely معناتها إلى أبعد الحد، hardly يعني بالكاد، just بمعنى فقط، quite معناتها إلى حد كبير، really يعني حقا، very يعني جدا. تمام، هذه بعض الظرف الحال العامة التي تستخدم في الجملة. فadverb of degree يعني متى يأتي الآن؟ adverb of degree متى يأتي؟ قبل الفعل الرئيسي، main verb، okay، قبل الفعل الرئيسي and before، وقبل adjective or adverb، وأيضا يأتي قبل الصفة أو ظرف الحال. تمام، I absolutely agree with you، يعني هنا كلمة الضمير، هنا ضمير الفاعل المفرد، I absolutely هنا ظرف الحال وللدرجة، يوافقه في مع الفعل الرئيسي agree with you، أنا أوافقك الرأي. تمام، هنا I was just running، he was just running بمعنى إنه الشخص الذي هنا كان فقط كان يركض في وقته، يعني just running، okay، he was just running لا يفعل أي شيء آخر. You almost missed your flight، يعني almost إنك تقريبا قد فاتتك رحلتك، كانت بتفوت رحلتك يعني، okay. You almost هنا كلمة missed أيضا هو main verb أو الفعل الرئيسي. You fight your flight، okay. He can hardly stand up، هو بالكاد يقف يعني، okay. يقف هنا stand up هنا الفعل، و hardly هو ظرف الحال. تمام، the students did quite well، إن كان أداء الطلاب جيد جدا، أوكي، هنا quite well ظرف الظرف الحال، وهنا أيضا he is completely exhausted، هنا he is completely exhausted معناه إنه منهك، الوصف exhausted معناته الوصف إنه منهك، أوكي، بالكامل. طيب، عرفنا الآن متى نضع الظرف الحال، نضعها بعد الفعل الرئيسي وبعد الصفة وبعد الظرف. طيب، could and was able to، could and was and able to، متى نستخدم could and was able to؟ تستخدم could and able to يعني كلاهما يعبران عن المقدرة في الماضي، يعني could و able to كلمتين مختلفتين، يعني could أستطيع، able to إلى المقدرة، ability in the past يعني لهم القدرة عن في الماضي. فمثلا تستخدم could للتعبير عن مقدرة كانت موجودة في الماضي ولا توجد الآن، أوكي، تستخدم الكود للتعبير عن مقدرة كانت موجودة في الماضي ولا توجد الآن. فمثلا هنا عندنا I could run when I was young، أوكي، I could run fast when I was young، يعني كنت أستطيع أن أجري بسرعة عندما كنت صغيرا. I could run، if I could run fast when I was young، كنت أستطيع الجري بسرعة عندما كنت صغيرا. طيب، استخدمنا هنا able to مع كلمة able to، I was able to run fast when I was young، كنت قادرا على الجري بسرعة عندما كنت صغيرا. فهنا المقدرة عندما كان صغيرا، هنا كنت أستطيع، أوكي. طيب، هنا في النفي they ضمير الفاعل they couldn't يعني could not، في النفي في الجملة النفية I couldn't see in the dark، ما كان باستطاعتهم الرؤية بالظلام. I couldn't، they couldn't see in the dark، ما كان باستطاعتهم الرؤية في الظلام.
طيب هنا عندنا they weren't able to see in the dark، ما كانوا قادرين على الرؤية في الظلام. تمام، ما كانوا قادرين على الرؤية في الظلام. طيب هنا بعدين يقول لك مثلا كلمة we use was and were able to but not could to talk about the specific past action. يعني نستطيع التحدث بال was و were في الجملة الماضي، اوكي، ولا اذا قادر على شيء، ولا تستخدم على could، اوكي. He was able to rescue his grandson، كان قادرا على انقاذ حفيده. He could rescue his grandson، يمكنه انقاذ حفيده، فلا لم يكن، لان هنا he was able to rescue his grandson، كان قادرا على انقاذ حفيده، وهنا لا يمكنه، هنا مثلا يمكنه انقاذ حفيده، لا، اوكي. فنستخدم مع was و were able to، تمام. طيب هنا عندنا مثلا write each student a test score next to the name notes 60% pass. يعني اكتب درجة الاختبار لكل طالب بجوار الاسم مع الملاحظة ان 60% قد مثلا نجحوا او اجتادوا الاختبار. فمثلا هنا جيسون completely failed the test، يعني جيسون فشل في الاختبار تماما. Jason completely failed the test، يعني 30%. طب Mark almost passed the test، يعني Mark كاد يجتاز الاختبار، اجتاز الاختبار 58%. Ali's test was absolutely perfect، اختبار علي كان مثاليا تماما في 100%. Bill did extremely well on the test، يعني Bill قام بعمل جيد في الامتحان. طيب فهنا نقول بال 95. فهد's test results was quite good، كانت نتيجة فهد يعني جيدة جدا. طيب 75، اوكي. وهنا توم was just able to pass، كانت توم فقط يعني استطاع النجاح فقط، يعني 60%، تمام. طب circle the words in the story، يعني دع الدائرة حول القصة. In some cases both words are correct، يعني في بعض الكلمات التي متواجدة في مثلا من ظرف الحال تكون، أما أن تختار اثنين مع بعض وتكون بنفس المعنى. طيب هنا 6-year-old Martha Garcia and her baby brother were sitting in the back seat، اوكي. هذه الجملة كنا فاهمينها وعارفين ان مارثا التي تبلغ من عمر 6 سنوات كانت تجلس مع اخيها في المقعد الخلفي، اوكي. Mr. Garcia was، يعني ماذا كان؟ was، ها، almost ولا just؟ كان بالكاء، يعني شو قلنا؟ just، يعني أيوة فقط، ها، getting into the car when a stranger man pushed him، okay. هنا just getting، okay. ما كان يسوي شيء إلا كان يدخل فقط في السيارة. Mr. Garcia tried to stop him، okay. But the man was، ها، very جدا أو absolutely بمعنى التوافق، strong، okay. The man was very strong and was able to overpower Mr. Garcia. Was able، يعني كان قادرا أنه يتغلب على Mr. Garcia. The man who wanted to steal the car got in and started driving away. Mr. Garcia grabbed the car. تمسك Mr. Garcia بالسيارة، تمسك Mr. Garcia بباب السيارة، but he couldn't hold on and fell onto the road، okay. لم يكن باستطاعته فإنه وقع على الأرض. He felt quite and completely، يعني نستخدم كلمتين، helpless and sat there crying، يعني quite إلى حد كبير
وكمبليتلي يعني بالكامل يعني لم يكن باستطاعته المساعدة وبقى يبكي. At first the thief hardly okay noticed the children. بأولا أن اللص يعني hardly يعني بالكاد أن يلاحظ الأطفال who were sitting quietly الذين كانوا يجلسون ساكتين وراء. The Martha became Martha أصبحت really حقا extremely يعني إلى حد كبير upset يعني متوترة. She started hitting the thief and pulling his hair. بدأت تضربه وتشد شعره. He almost drove هنا تكون hardly ولا almost يعني hardly يعني بالكاد و almost يعني بمعنى تقريبا كان يقود السيارة على الشارع يعني اوكي فنقول هنا almost. Finally he نستخدم كلمتين he couldn't or wasn't able to stand it any longer لم يكن باستطاعته او لا يستطيع ان يتحمل اكثر من هذا. فهي stopped the car and ordered the children to get out وامر الاطفال بالخروج. مارثا هنا يعني help her brother out of the car ساعدته لإخراجه استطاعت أن تخرجه. فit was able to help her brother and off the car يعني خرجت من السيارة. The children started walking back بدأت أطفال يمشون. And Mr. Gracia was absolutely thrilled to see his children again. Martha is an extremely brave girl يعني لم نستخدم كلمة very هنا لأنها هنا كانت Mr. Gracia was very thrilled لا he was absolutely okay هنا وضعنا ظرف الحال مع thrilled مع ال main verb مع الفاعل to see يعني جدا كان مبسوطا أو موفقا لرؤية أولاده. and هنا Martha is an extremely brave girl كانت إلى حد أبعد كانت طفلة شجاعة. إن شاء الله عجبكم الدرس. إذا عجبكم أعطوني لايك واشتركوا معي.